بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، أو كيفاش يعاونك على هجران الشعور بالذنب. قد غفر لك، وقت اللي هو شجعك قال لك نغفر لك، انت مش تنزع ذنوب اللي كانت سور شارج عليك ملخص عليك حياتك. ولو انت تقول انا مسلم، ما يكون انا مسلم ما عنديش ذنوب، دائما استغفر. شكون قال استغفار اللسان يقبل رب العالمين؟ خلي عليك. اما وقت تصدق في محبك لله باتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، زيادة النوافل اللي مش هتهم لك ربي هو أن يغفر لك ذنوبك كلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم. هو السيد، مش كما عنده المحاكم أي بليت كوبابلو ويطيحوا لك في العقوبة، فماش غاديك هنا. إذا كان tu dois plaider pour être pour ne plus être coupable. قل لها يا ربي نحبك واني نتبع في رسولك عليه الصلاة والسلام، وانا نعرف مش زيدني من حبة ما اخدم اجيب كالخي وزيادة وزيادة. ولهذا اقول جزاء الحسن الحسن، واكبر حسن تعمل قبل متأدب مع الله ان تحب الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ونشوفوا بعد يغفر ماذا، بعض ولا الكل؟ والسلام.